السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مسبي الأعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير وفي تمام الصحة والعافية. الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نخدم معكم الكونفيتور أو المربى ديال الخوخ. علاش؟ لا، الموسم ديالو هو هذا، غنخدمو معكم إن شاء الله بطريقه سهله سهله جدا وبسيطه في المتناول ديال اي وحده تقدر تصوبوا لوليداتها. كيف كنقول لكم ديما، احسن ما نتقطعوا حاجه من على برا لوليداتنا وتمرضهم، احسن حاجه نصيبوها لهم في الدار. وحنا يعني عارفين المقادير اللي درنا بانها ما غاديش تضرهم في صحتهم. كملوا معايا الفيديو حتى الاخر ان شاء الله، وكنتمنى الاعجاب ديالكم. وما تنساوناش من الدعوات ديالكم، والله ييسر الامور لكل واحد يا ربي. غادي نبدا معكم هنا في المقادير. هنا كنحتاجو الخوخ اللي هو المكون الرئيسي. هنايا معنا الخوخ، غادي نحتاج هنايا الكميه كتبقى اختياري على حسب نتوما شحال بغيتو. انا تقريبا هنا درت كيلو وربع تقريبا وما عبرتش. هنا الخوخ عندي راه ما يعني واخا تيبان لكم الخوخ خضر راه طايب، يعني ما يكونش عاوتاني طايب بزاف متختخ، يعني يكون شويه شاد راسو. شوفوا معايا الخوخ تبارك الله، يعني الموسم ديالو هو هذا وقيتو تبارك الله، يعني راه ولا السوق يعني تبارك الله عام بالخوخ. كناخدوه كنغسلوه مزيان، كنحيدو منو ديك الحراره اللي كتكون فيه، كنغسلوه وكننقيوه هكايا، كنحيدو له القشره باش نطيبوه. يعني هنايا كاين اللي كيبغي يطيبو بالقشره ديالو ممكن، المهم غسلوها مزيان، حكو مزيان، حاولوا ديروا شي حلفه ولا ديروا شي شيته حكو بها مزيان الخوخه باش يعني ما تبقاش فيها داك ما يبقاش فيها داك تيكون فيها واحد الطبقه تمايا حرشه. من الاحسن حكوا مزيان الخوخ ديالكم الا بغيتو ديروه بالقشره، اولا قشروه بحال كيما درت انا. انا غادي نقشر الخوخ ديالي اولا الحبات ديالي كاملين وغادي نرجع معكم. من بعد ما قشرت الحبات ديالي كاملين يعني قطعتهم حيت لهم الهضم، انا هنا كيف كتشوفوا راه يعني ما قطعتهمش قطع صغار. نتوما الا كنتو ما بغيتوش يعني الكونفيتور ديالكم طحنوه نهائيا، حاولوا تقطعوا قطع صغيره. انا خديتو هكا قطع كبار شويه. هنا عندي السكر، تقريبا السكر راه كيف كنقول لكم ديما في الكونفيتور تنديروا نصف الكميه. هنا عندي الخوخ كيف قلت لكم كيلو ربع تقريبا، غادي نحتاجو نص كيلو وشويه. انا تقريبا هنا درت غير عيني ميزاني، راه ما عبرتش السكر نهائيا، غير درت عيني ميزاني، درت قياسي تقريبا غنكون درت شي ديال العنبه اولا جوج. كيبقى الحلاوه كتبقى اختياريه وعلى حسب الذوق ديالكم، واحسن حاجه انكم حاولوا ما امكن تنقصوا السكر، يعني السكر ما عنده حتى شي فائده، يعني حتى هو راه محسوب من السموم البيضاء. يعني احنا كنخدموا هذا الشيء في الدار على قبل الوليدات يعني باش ما نضروهمش. كيف شفتوا تقريبا ما كملتش، قلت لكم يعني راه عيني ميزاني راه ما عبرتش نهائيا، فقط يد خويت السكر ما عبرتش. وانا في المقادير وريتكم واحد نصف كاس ديال الحامض، تما خديت واحد الحامضه متوسطه الحجم عصرتها، عطاتني نصف كاس ديال الحامض. نتوما ديروا المهم حامضه متوسطه شحال ما عطاتكم ديال الليمون حامض، كضيفوه على داك السكر يعني باش تيجينا فيه ديك الحموضه. تيجي بنين صراحه بالطريقه هذه، غير جربوه ان شاء الله. كنتمنى يعني تعجبكم الوصفه. سبق لي خدمت معكم الكونفيتور ديال المشمش، يعني مشمش البلدي، سبق لي خدمته معكم تقريبا العام اللي فات ولا في الصيف خدمته معكم. غادي نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف الا بغيتو تعاودوا تدخلوا تفرجوا في الفيديو. هنا غادي نخلي الخوخ ديالنا، عفوا غنخليه واحد نصف ساعه تقريبا، نصف ساعه حتى ساعه، وممكن كذلك الا تصيبوه في الليل وتخليوه حتى الغد اللي عاد طيبوه بنفس الطريقه ديال الكونفيتور ديال المشمش. هنا غادي نشعل عليه، غادي نمهل عليه العافيه، كديروا عافيه مهيله ما غاديش نجهدو يعني باش ما يتحرقش لينا الكونفيتور، وفي نفس الوقت ما غاديش نمهلو عليه باش ما يبقاش يعني يشاد لينا الوقت في الطياب. شوفوا معايا راه كيطلق داك السيرو راه دغيا دغيا، حيت كيف قلت لكم الا درتو الخوخ عندكم ما طايبش من الاحسن تبيتو. الا درتو الخوخ عندكم شويه قاسح احسن حاجه خدوه مني تقطعوه ديفولو عفوا السكر، خليوه ليله كامله يعني بيتوه. هنا غادي نضيف داك النصف كاس ديال الليمون الحامض، يعني ما تخافوش منه. هنا كاين اللي غادي يبغي يدير البرتقال اولا الليمون، حنا كنقولوا الليمون. الا بغيتو ديروا ليمون ممكن ديروه في بلاصه الحامض ديروا ليمون، اولا ممكن تخلطوا ديروا مزيج ما بين الليمون والحامض. هذا راه تيعطيونا نفس النتيجه، بحال كبرنا واحد بحال درناهم جوج ما كاين حتى شي مشكل. هنا شوفوا معايا الكونفيتور ملي كيجي بالغليه كتكون واحد الرغوه الفوق، هاد الرغوه هادي كاين اللي كيحيدها كاين اللي كيخليها. انا بصراحه الله مني كنخدم يعني اي كونفيتور كنخدموه ما كنحيدهاش نهائيا، كنخليها يعني كلشي كينفع.
كنخليها ري مع في الاول من يلاه كيطبخ كطلع هذيك الكشكوشه، من بعد راه كيبدا يطيب راه كتمشي احسن حاجه كنخليوها، انا ما كنحيدهاش. نتوما كيبقى لكم اختيار، بغيتو تحيدوها حيدوها، بغيتو تخليوها خليوها. غنعاودو نردو يعني هنايا، تردو بالكم مزيان مع الكونفيتور حيت كيجي بالغليه كيطلع غيفيض لكم على البوطه ديالكم. من الاحسن ديروا واحد هكا واحد المغيرفه ديال الخشب كيف درت ليها هكا، وردوا عليها الغلاقه يعني باش تبقى مهويه، باش ما تطلعش لكم هذيك، ما يطلعش لكم كونفيتور ويتخوى لكم. هنا شوفوا معايا مني بدا كيغلي هنايا، راه بدات ديك الكشكوشه كيف كتشوفوا راه بدات كتمشي. كنحاول ما امكن ما نقطع لكم حتى شي حاجه، يعني كاينين بنات مبتدئات كيبغيو يصايبوا هكا وصفات وما كيعرفوش، اولا كيدخلوا القنوات تيدخل المهم اليوتيوب هكا كيساعد بزاف. وانا كنحاول ما امكن نحاول نبسط لكم شويه، فقط للمبتدئات كنقولها ديما، كنحاول نحرك مزيان مزيان علاش باش يعني داك السكر ما يهبطش لينا لتحت، وكذلك باش نتاكد بان الخوخ ديالي ما كيتحرقش ليا، لان الا تحرق يعطيكم المروره غيضيع لكم الكونفيتور كامل. راه الا خليتوه غير دازت فيه شويه ديال الحراق راه مشى الكونفيتور، يعني غيبقى لكم فيه المذاق ديال الحراق وما غاديش يجيكم زوين، يعني حتى الوليدات غادي يلقاو داك المذاق ما غاديش يبغوا ياكلوه. ها نتوما شوفوا هنا يبدا يعني الخوخ ديالي كيدبل، كتشوفوا راه دبل نيت، يعني هانتوما نحاول نقطع معاكم شي حبات كيف كيبان لكم هنا، يعني حتى اللون ديال الكونفيتور ولا لينا غامق ولا مغلوق بدا كيطيب، يعني ملي كيبدا هنا كنضيف واحد زوج ساشيات ديال الفانيلا اختياريه، انا كيعجبني المذاق ديال الفانيلا راه كيجي زوين، انا تيعجبني نديرو، يعني ما تخافوش منه، يعني ما غاديش يعطيكم واحد المذاق مجهد اولا، وممكن الاضافه ديروا اي اضافه بغيت. هنا ما امكن كل مره ملي كنحرك وكنشوف هذيك الحبه ديال الخوخ واش طابت مزيان، يعني ما نخليوش الكونفيتور ديالنا شويه خضر. وهنا بالنسبه للطياب خدات معايا تقريبا 45 حتى لساعه ديال المكانه، على حسب كيف كنقول لكم ديما الكونفيتور ديالكم الا كون خليته في الليل يعني حتى الصباح كان غادي يطيب ليا دغيا، ما ياخذش بزاف الوقت. هنا انا خديت الكونفيتور طحنته، ولكن ما طحنتوش بزاف، جبت البغام ميكسور دوزتو غير شويه، ما بغيتش يعني ما بغيتش يجيني منيل بحال ديال الكونفيتور ديال الحلوه، وفي نفس الوقت ما بغيتش كذلك يجوني فيه دوك القطاع كبار. هكا طحنته غير شي شويه، وانتم كيبقى لكم الاختيار، ممكن انكم تطحنوه مزيان تنيلوه، ممكن كذلك تخليوه فيه القطع. ها انتم شوفوا هنايا كنتاكدوا بان هذا هو القوام ديال الكونفيتور ديالنا، شوفوا معايا راه كيبان ماشي مسايحش، يعني ما كيبانش لينا بانه جاري. هنايا من بعد ما كيطيب الكونفيتور كنخليوه هكا كيغلي، كناخدوه باش غادي نديروه في القريعات، من الاحسن ما تخليوهش حتى يبرد. هنايا كنجيب لكم دائما الساهل بلا ما نعقموا القراعي، بلا ما نتكرسو، بلا ما عقم قرعه عقم بلاقه من هنا من لهي، المهم كنغسلو القريعات ديالنا نقيين مغسولين غير بالماء، كناخدوهم كنضيفوا فيهم داك الكونفيتور ديالنا. شوفوا معايا الكونفيتور راه فيه القطع ديال الخوخ، يعني ما طحنتوش مزيان كيف قلت لكم، راه كيبقى كل واحد الاختيار ديالو، اهم حاجه ان الوصفه تبعوا الطريقه. اما المقادير ممكن تضيفوا اللي بغيتوا، هنا غادي نديروا في القريعات يعني بنفس الطريقه اللي خدمت معكم بها، يمكن خدمت معكم بها الكونفيتور ديال المشماش، كنعمروا القريعه ديالنا. راه تقريبا انتما راه عطاتني قرعه كبيره والنص، بحال نقولوا تقريبا عطاتني قرعه كبيره وقرعه صغيره، انا راه تيخرج ليكم يعني واحد الكميه لا باس بها، احسن من اننا غنتقداو من على بعض محتمل اللي طالع. يعني كناخذوا الخوخ وناخذوا المقادير ديالنا وكنخدموه في الدار، وكنتاكدوا كيف قلت لكم من حاجه درناها في الدار وبيدينا وعرفنا شنو المكونات اللي درنا فيهم بلا حتى شي مواد حافظه بلا حتى شي اضافات. انا غادي ناخذ الغلايق ديال القريعات، اهم حاجه شوفوا الغلايقات ما يكونوش مسطين، كنحاول نزيرها مزيان تاكد بانها ما غتنفسش، وغادي نقلبها على الفم ديالها هكا هكا كيتعقم القريعات بلا ما طيب بلا حتى شي حاجه. كنتاكدوا مزيان بان القرعه ما كتنفسش، وكنقلبهم هكا وكنخليهم حتى كيبردوا وكنردوهم نحطهم في البلاكار اولا نستعملوهم ممكن.
هنا هذا هو الشكل النهائي ديال الكونفيتور. غادي نحاول نحل معكم هذه القريعه هذه، شوفوا معايا كيفاش كيجي من بعد ما كيبرد مزيان، راه كيعقد تيزيد يعقد. ها نتوما هذا هو القوام اللي انا بغيت في الكونفيتور ديالي، نتوما بغيتو يكون عقد اكثر تزيدوا فيه شويه ديال الطياب، بغيتو يكون جاري يعني ما تفوتوش فيه الطياب. كيبقى الاختيار كله ديالكم نتوما. والوصفه راه يعني سهله وبسيطه وفي المتناول، وكنتمنى انها تعجبكم. وشاركوا الفيديو مع الافراد ديال الاسره ديالكم والعائله ديالكم الى نال الاعجاب ديالكم، وخليوا لي في التعاليق الاراء ديالكم، واي وصفه بغيتوا نخدمها معكم ان شاء الله خليوها لي في التعاليق. وشكرا لكم دائما، كنقول لكم الله يجزيكم بخير على التتبع ديالكم وعلى حسن يعني التعاليق اللي كيوصلوني، راه كنشكركم دائما دائما. كنتمنى لكم فرجة ممتعة، وشكرا على التتبع.